وبالفعل انتهى فعاليات الشوط الأول بين النادي الأهلي وحرس الحدود. النتيجة 1-0. تقدم للنادي الأهلي أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 27 من خطأ فادح لحارس المرمى أحمد سعد، أعتقد أنه مش هينساه عمره. ولكن بعد الهدف تقدم الأهلي بشكل ملحوظ جدا، ولكن تظل كلمة السر داخل النادي الأهلي هو تريزيجيه. كابتن طارق، شايف الشوط الاول ازاي؟ يعني هو شوط ضعيف متوسط او اقل متوسط كمان، زي ما قلت لك او زي ما اتفقنا ان فريق حرس الحدود هيلعب زون ديفنس ويعتمد على الهجمات المرتده. هو دايما وابدا كان رد فعل، يعني ما كانش هو اللي بيشتغل، كان دايما بيشتغل على رد فعل النادي الاهلي. بعد الهدف يمكن نادي حرس الحدود تخلى سنه عن الحذر الدفاعي بتاعه ووصل. وهنا السؤال، يعني طب ما يعني ما انت كده كده هتغرب، يعني لازم يعني هاجم من الاول، ليه بدافع وبعدين لما يجي فيها جون ابدا هاجم؟ هي دي القصه. الدقيقه 14 النادي الاهلي، لو زميلنا ياسر جاب لو في وقت، يعني النادي الاهلي بيشتغل زي ما قلنا بعبد الله السعيد وتريزيجيه، يعتبر الاثنين تحت راسين الحربه، يعتبر يعني على الورق. الا لو هنا في الدقيقه 14 بالظبط وشويه هتلاقي عبد الله السعيد وتريزيجيه الاثنين في مكان واحد، وده يعني اكبر غلط. يعني ده هتلاقي حسين السيد، بص هنا عبد الله، ده تريزيجيه، بص عبد الله السعيد اللي هياخد الكوره اهو، هنا عبد الله السعيد اللي هيستلم دلوقتي. كمل يا ياسر. هناك عبد الله السعيد لسه مازال، يعني فاهم قصدي؟ صعب جدا الاثنين بص في مكان واحد. التمركز في النادي الاهلي فيه مش عشوائيه، يعني نوع من الـ عدم التمركز الصح. الاثنين بيلعبوا حر شويه، هم قريبين من بعض. انا فاهم، بس انا بكلمك في ايه؟ لما الكوره بترد بقاش في حد في الاطراف، خلاص الاثنين بايعين نص الملعب، فعشان كده حد جوه، مفيش حد في القلب. هنرجع لحضرتك تاني كابتن مصطفى، شايف الشوط الاول؟ لا انا يمكن عكس طارق، انا بعتبرها جرأة من عبد الحميد بسيوني ان ابتدى يهاجم النادي الاهلي من اول دقيقه. انا شفت 4 أو 5 لعيبه في نص ملعب نادي في الثلث الهجومي بتاع النادي الاهلي، وانا بعتبرها يعني حاجه ايجابيه من بسيوني. لكن هو مش مستغل اخطاء الحارسين النهارده بيعملوا كوارث. برافو عليك يا كابتن، صح، كوارث. مصعد عوض على وشك كوارث الجناية. يعني شكله كده هيقرب على البناية. فده عايز توجيه من طارق، وعايز توجيه من الراجل، وتوجيه من الناس الكبار بيلعبوا معاه. لكن النادي الاهلي حس بعد ما جاب الجون انه هدي خلاص، ان الماتش خلص. زي ما قال طارق، ابتدى بيسو يهاجم وبتاع عشان نزل. لكن اعتقد النادي الاهلي هيبقى افضل من الشوط الاولاني من بدايته، عشان هو خلاص لعيبته استريحت، وتريزيجيه هو اللي عامل الفارق. لكن برضه يبقى عماد متعب وعبد الظاهر، ليس هناك اي تعاون بينهم باستثناء الكوره اللي اتعملت ديت، هي دي بس احلى كوره في المباراه. كابتن حلو، شايف الشوط الاول ازاي؟ احلى كوره في المباراه فعلا. عايز اقول ان كلمه السر يعني هاخدها منك، بس هو مش تريزيجيه، هو التوفيق مع النادي الاهلي. كلمه السر التوفيق، يعني لما تيجي تسال عبد الظاهر، مش عايز تسيبه انت، لما تيجي تسال عبد الظاهر جبت جون بايه؟ هتقول، هيقول لك بايه؟ بالتوفيق. طيب انا بص، الكوره دي عايز هتوقف كده، الكوره دي معلش ارجع لي. ايوه بص، ايوه هنا يا ستوب. هنا ده طريقه الاهلي، هو بيلعب راس حربه واحد، عبد الظاهر يمين زي ما قلت لك، هينزل هو ناحيه اليمين، عبد الله السعيد تريزيجيه الشمال. وبالتالي انت عبد الظاهر ما بتستفدش، يعني طبعا جاب جون موفق فيه، لكن انا قصدي لو بتلعب ماتش كوره، عبد الظاهر دوره ما بين راس حربه وما بين الحته دي صعب شمال. جدا انها تشتغل، عشان كده هتلاقي جابها اليمنى النهارده عبد الباسم هو اللي قايم بالدور كله، مفيش حد بيساعده، مفيش حد هنا. استنى بس عشان انا على الشقين، دقيقه واحده بس، مش بتكلم على الاهلي دلوقتي. عشان كده الاهلي تلاقيه بيلعب شمال بس النهارده، عكس الماتش اللي فات كان بيلعب يمين عشان باسم وتريزيجيه كانوا هناك، دلوقتي بيلعب بجبهه واحده فقط، وعبد الله سعيد زي ما جابها كابتن طارق بيميل هناك. الكلام بقى اللي ده في اول 3 دقايق، بص ماشي الكوره بقى، هتلاقي الاهلي بيدافع ازاي في اول كوره اول 3 دقايق. بص هنا 4 ماشيه يا ياسر، 4-3-2، ده لو زكي جوه جون. ودي حصلت كذا مره الشوط الاول، ان في سرعات كتير قوي لحرس الحدود، لكن مش عارفين يستغلوها، ما عندهمش ثقه، متسرعين شويه. فبس ده اللي اقول لك، من لو هيلعب بالثلاثه تحت واحد احسن، عبد الله وليد سليمان ينزل ويلعب ويطلع. كابتن عصام، شايف الشوط الاول ازاي؟ والله تحكيميا انا شايف الحكم ما حسيناش بيه على الاطلاق، ما علقناش عليه، فده يعتبر نجاح كبير. هو والمساعدين الحقيقه تعاونوا مع بعض بشكل كويس في اخراج الشوط الاول تحكيميا بشكل ممتاز. حاله واحده بس من الحالات الصعبه اللي تعرض لها، هل هي ركله جزاء للحرس او لا؟ يمكن في الدقيقه 26 خطا ضد حسام عاشور،
هل داخل او خارج منطقه الجزاء؟ لو جت الحاله هنقدر نقول خارج او داخل. هنجيبها لحضرتك بس بعد الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا مؤقتا.